مايا عامل ايه تاني يا مايا؟ حطيت في وشها كل الالوان، وشها ما بيقبلش الوان، بيسحب الالوان. ده انا حطيت اخضر في وشها ما بانش، اعمل ايه تاني يعني؟ خلصت عليها صندوق الميك اب كله. انا عايزه اشوف وشي بقى عامل ازاي. عايزه تشوفي انت لحقتي نسيتي شكلك؟ ما هو شكلك يعني مش هيختلف كتير. انا مش عارف حد قبل يتجوزك ازاي. طب انا عايزه اعرف انت عملت ايه في وشي. اقفلي انت يا مايا دلوقتي. سلام. في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه اشوف وشي. وشك اللي تشوفيه. ما هو وشك، هنعمل فيه ايه يعني؟ وشك زي ما هو، بس حاولنا نظبطه وتعوج، هنعمل ايه يعني؟ الله. بعدين ما تسكتي خالص عشان ما اقولش لعريسك انت كنت بتكلمي من دلوقتي. دي كانت علاقه قديمه وخلاص راحت لحالها. هما كمان بيتهافتوا عليكي؟ على ايه يعني؟ ليه؟ ده ايه الزمن اللي احنا عايشينه ده يا رب؟ طب انت خلصت يعني ولا لسه؟ اه اتزفت خلصت. ها؟ ايه الاخبار؟ بابا مش عايز يقول عامل في وشي ايه؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت حببته في وشها ده؟ انت هتستعبط؟ الله، والله دي النتيجه اللي انا قدرت اوصل لها. مش عاجبكم اعملوا عمليه زرع جمجمه. يعني انا فرحي باظ؟ يا نهار اهلك، مالوش ملامح اللي انت نيلته ده. يعني لا البنت عرفت تظبط لها وشها، ولا حتى الجلابيه عرفت تكويها. يا ريت يا جدع الجلابيه، يا عم كنت جاوبت لك 30 جلابيه، وانا اعمل ايه في الوش ده؟ طب بقول لك في سواد تحت عينيا؟ تحت عينك بس؟ ده انت تحت عينك في اسفلت مش في سواد. يا بابا بقول لك فرحي باظ. عليا النعمه لاخلي الدكاتره يحتاروا يعملوا فيك ايه؟ يجبسوك ولا يخيطوك؟ خلاص يا عم، ده يا عم امين الهنيدي، في ايه؟ ما تضربش. ليك عليا، هعمل لك الضرب بالمكياج وهنزل اقول لهم اللي انت نكدتني احلى علقه. انت السبب، انت اللي بوظت فرحي. بس بقى اهو بوظت فرحي. فرحك ايه؟ بوظته. ما تقربيش على وشي. اوعي، بقول لك اوعي، هتتضايق.